الرسالة بعتتها كان فيها خبر. وفي يوم صحيت على صوتها بعتها رسالة كعادتها. فتحت الرسالة ولقيتها بتقول لي يا توحشني، أنا رايحة مشوار وفيه هطول. يا عالم إما جنة أم نار، ما هو مش أنا اللي هقرر. دي الحياة اختيار، بس الموت قدر عليهم. بحكت بحزن وقالت فاكر أول مرة اتقابلنا؟ أكيد ناسي، عارفاك وعارفة ذكرتك دايما خيمتك. كنا في الجامعة وكان في حفلة، أنت كنت بتقول شعر وأنا كنت بقدم فقرة. خلصنا ولقيتك جاي تقول لي كنت هادي. أنا ساعتها شكرتك وعبرت عن إعجابي بقصتك، ومن يومها بقينا أصحاب. صوتها ما كانش طبيعي، فيه نبرة ألم، نبرة عذاب. وأنا كملت الرسالة باستغراب، عايز أفهم هي ليه بتقول كده ليه دلوقتي. قالت لي فاكر أول مرة قلت لي بحبك؟ كنا بنتكلم وفي وسط الكلام قلتها، وأنا كملت كلامه وطنشتها. تكررتها برضو ولا كأني سمعتها. ساعتها انت سكت ما تكلمتش، بس كان باين في عينيك دموع انا شفتها. كان نفسي اقولك وقتها انا كمان بحبك، بس كنت عارفة النهاية، فمرضتش اكتب لك قصتنا البداية، لاني كنت عارفة اني مريضة. كنت عارفة اني مريضة ومش هطول في الدنيا، فمرضتش انك تتعلق بيها. اوعى تزعل يا احمد ولو سنة، عيش حياتك دي الحياة فني. اوعى تفتكر ان الموت خايف، انا بس صعبان عليا. سيبك لوحدك، انا بسمع والدموع من عيني نازلة، كلامها نازل عليا زي الصعق. اوعى تنساني، انت يمكن مش هتشوفني تاني، بس انا هكون شايفاك دايما معاك. ده آخر مرة هتسمعني، بس أنا هكون سامعاك. ادعيلي يا أحمد وافرحلي، أنا رايحة مكان أحسن من هنا بكتير، وهستناك فيه بعد عمر طويل. وآخر طلب هطلبه منك، لما تجيب بنت سميها على اسمي عشان تكون دايما فاكرة. هتوحشني بس هفضل متطمنة طول ما انت بتيجي تزورني. وردي هقوله دلوقتي، انا كمان بحبك يا اجمل حاجة حصلت. نسيت اقولك لو في يوم جابوا اسمي لهم كانت اخر رسالة بعتتها كان فيها خبر. طبعا يا جماعة، لو القصة عجبتكم ياريت تعملوا لايك وشير، وتكتبوا رأيكم في الكومنتات سواء إيجابي أو سلبي. وإن شاء الله الفترة الجاية انتظروا حاجات أفضل، وشكرا.